أسرع وقت ممكن. مثل ما عودتكم دائما أسرار المشاهير راح أقولكم اليوم راح أتكلم على أحد أهم المشاهير اللي تستخدم الموية والليمون، لكن راح أقولكم في نهاية الحلقة مين هذه المشهورة المغنية العالمية اللي تستخدم الموية والليمون في نهاية الحلقة. طبعا خلينا أشكر المخرج معايا اليوم أصداف وراي الكاميرا، وهذا الليمون تفضلوا، شكرا وجودك معايا، وأشكر كل الناس اللي تابعوني حاليا في البث المباشر من كل أنحاء العالم. في حلقة اليوم راح نتكلم ما هي فائدة الموية والليمون، ما فائدة الموية لوحدها، ما فائدة الليمون لوحده، هل الليمون بالقشر ولا بدون القشر، الطريقة الصحيحة لشرب الموية، وأضرار زيادة شرب الموية، ومين هي المشهورة اللي تستخدم الموية والليمون. ولا تنسوا إني في هذه الحلقة جبت لكم المنبه بحيث إنه 7 دقائق من بداية الحلقة راح يرن وتنتهي الحلقة أعزائي المشاهدين. لذلك خلينا نبدأ. أول شيء خلينا أقول لكم كم كاسة في اليوم لازم نشرب يوميا، بحيث انه للرجيم او غير الرجيم، خطا، مش كاسه واحده في اليوم ولا كاستين، لا خلي ولا ثلاثه، لحظه دقيقه، خلينا اقول نبغى نتفق انه مخرجنا اصداف انه نشوف الكاسات. اول شيء ما نقول كم كاسه، لانه انا كاستي ممكن هذه تكون كاسه هذه، وانت تكون معك هذه الكاسه، وممكن شخص غير يكون معه هذه الكاسه، وشخص الثاني يكون معه هذه الكاسه، فتختلف الكاسات. فلذلك خلينا نحدد انه راح نقول راح نشرب لتر ونص يوميا الى لترين يوميا، ما راح نقول 8 كاسات او 6 كاسات، راح نقول لتر ونص الى لترين يوميا. وخلينا نشوف معاكم هذه انواع المويه. انا ما راح اسوي دعايه لاي مويه، كل المويات ممتازه جدا. انا الهدف من المويه اللي عندكم في اي بلد اشربوا منها لاهميه المويه فيها. طيب خلينا نشوف هذه فيها لتر ونص مويه، خلينا نشوف كم كاسه، خلي الكاميرا عليك، كم كاسة راح نصب في هذه الكاسات. مثلا هذه أول كاسة، بسم الله الرحمن الرحيم، عشان نحدد كم كاسة نبغى في اليوم. هذه الثانية، يا سلام، هذه الثالثة، ما في أحلى من الموية، وهذه الرابعة، شوفوا هذه 4 كاسات، وهذه الخامسة، وهذه السادسة، وإحنا لسه ما خلصنا لتر ونص، لسه باقي. شوفوا هنا كمان، وهذه كاسة، وهذه الكاسة، شايفين كل هذه الكاسات، وهذا لتر ونص. الناس اللي يقول لك انا اشرب 8 كاسات في اليوم موية وتطلع الكاسة زي هذه ما تعتبر كاسة، الكاسة البلاستيك تعتبر نص كاسة، والدليل هذا قدامكم. شوفوا راح اصب عليكم هذه كاسة، شوف الكاسة الإزاز الوحدة اعطتني كاستين بلاستيك، فلذلك هذا مثل ما انتم شايفين. لذلك هذه ما تعتبر كاسه، هذه تعتبر نص كاسه. فمثل ما شايفين كم كاسه في اليوم هذه هي. فخلينا نتفق على لتر ونص الى لترين مويه في اليوم. في ناس تقول لك افضلها بالمطاره او غيره، ما عندي اي مشكله. الطريقه الصحيحه لاستخدام المويه ومين هي افضل مويه راح اقول لكم عليها في نهايه الحلقه. اما الطريقه الصحيحه لاستخدام اول اتصال، هذه مويتي موجوده في اسرار المشاهير، راح اقول لكم او ما راح اقول لكم ايش هي نوع المويه اللي انا افضلها دائما، لكن الطريقه الصحيحه اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم نسمي ونشرب باليمين، هذا مهم جدا. ثاني شيء ناخذ نفس وعلى 3 مرات على سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، واذا نقدر نشربها واحنا جالسين. طيب اهميه هذه الطريقه الصحيحه لاستخدام المويه، اهميه شرب المويه في الرجيم، اول شيء انه المويه ابشركم 0 سعرة حرارية، خالية من السعرات الحرارية، وهذا ما في شيء في الكون 0 سعرة حرارية غير الموية، يعني اشربها وانت مطمن في الكمية المحدودة، لانه مهم جدا جدا بالنسبة لي اني اشرب موية. ثاني شيء الناس تقول لك انه الموية تحرق سعرات حرارية، لا خطأ، الدراسات اثبتت انه الموية فيها سعرات حرارية قليلة، وانه الموية تساعدك على انقاص الوزن عن طريق ملء المعدة واعطائك انه الشعور دكتور الوقت داهمنا، طيب لسه باقي شوي، خلينا باقي مازال الوقت مهم، تعطيك الاحساس بالشبع، فلذلك المويه تحسسك انك تشبع وما تبغى تاكل اكثر. المهمه الثالثه، احنا في الشتاء حاليا طبعا نحتاج الى مويه لانه الحصوات تكثر في الشتاء، فلذلك انصحكم انكم تشربوا مويه بشكل كبير. الفائده الرابعه، الناس اللي تعاني من تشنج عضلي اثناء الرجيم انا اوصيهم بشرب المويه. الناس اللي تقول انا وجهي صار باهت اثناء الرجيم انا اوصيهم بشرب المويه. والصداع اثناء الرجيم مو سببه نقص في السكر، نقص في المويه، فلذلك ابغاكم تنتبهوا. طيب واذا حبيتوا تحطوا ليمون جوا المويه ممتاز جدا جدا، وهذا اللي انصح فيه، لاني بقول لكم الحين على فوائد الليمون. اول شيء الليمون قليل السعرات الحراريه،
ثاني شيء الليمون يساعد على منع النفخة، فبالتالي الناس اللي تساعد اللي عندها نفخة أثناء الرجيم أو عندها كرش الليمون ممتاز جدا جدا لأنه يحالك النفخة. ثالث شيء للليمون اللي هو يفتت الحصوات والكلى، وهذا ممتاز جدا بالنسبة لي. رابع شيء ممتاز للناس اللي عندهم فقر في الدم، الفيتامين سي يثبت الحديد. الطريقة الموية مع الليمون هذا ممتاز جدا، يا إما بالقشر أو بدون القشر، راح أقول لكم في نهاية الحلقة أنا أفضل القشر ولا بدون قشر. مثل ما قلنا إنه في فوائد للموية، في أضرار لزيادة الموية وهذا الليمونة. أضرار زيادة الموية عن الوزن أو عن الكمية اللي إحنا محتاجينها، أول شيء تعمل لي شيء اسمه تسمم الموية، فبالتالي يصير في تخلل أو خلل في الإلكترولايت والموالح أو الأملاح الموجودة في الجسم. ثاني شيء زيادة التعرق، الناس وأنتم ملاحظين الناس اللي تشرب موية تزيد عرقها كثير صح؟ أصداف صح؟ أنا مجرب. ثالث شيء وهو مهم جدا بالنسبة لك، يعمل لك أرق، فالناس اللي تعاني من الأرق ممكن يكون عندهم يشربوا موية بشكل كثير، فمو من الشطارة إن أشرب موية كثيرة عن الزايد عن الجسم، ولا من الشطارة إن أقلل، دائما حنا في النص. كم كاسة في اليوم قلنا؟ طريقة صحيحة قلنا الليمون بقشر ولا بدون؟ ما أعطيني خلينا قشر الليمون قدام المشاهدين، أعطيني القطاع هذه هذا بقشره، أعطيني هذا بدون قشر. شوفوا هي دراسات معينة وأشخاص معينة كثيرين يقول لك أنا أفضل بالقشر وأنا أفضل بدون قشر، أنا ما أفضل شيء، الخيار لكم وأنا أنتظر تعليقاتكم تحت. لكن إذا حنا بنشربه مع القشر لازم نغسل الليمونة، يا السلام وهذه المزرعة قدامي، لازم نغسل الليمونة بحيث لما نحطها تكون القشر مغسولة أو بدون القشر. وهذه الموية بالنسبة لي وراح نقطع لكم الليمونة، هذا النعناع يعطي طعم ممتاز جدا. وبرضو الليمون ليش مع المويه؟ لانه في اشخاص كثير يقول لك انا ما استطعم المويه، هذا مو سبب انك ما تشرب مويه، حط جواه ليمون مثل ما انت شايف راح يغير الطعم وخصوصا للاطفال. لكن انا ما انصح للليمون للاشخاص اللي عندهم حموضه لانه ممكن يزود عليهم قرحه المعده. وهذا هذه الليمونه راح نقشرها مع بعض، شوف كيف ندلع الرجيم حقنا. هلا وش يا سلام، شيل النعناع، نشيل النعناع ونشوف كيف نقشر المويه، نقشر الموية نقشر الليمون. وهذا الليمون نبغى ندلع كاسة الموية عنا، نعملها مثل كده، نبغى نحط الموية أو الليمون جوا الكاسة هذه. بالله عليكم معطى الطعم ممتاز، بسم الله الرحمن، هذا بالقشر عطى الطعم مختلف تماما وما فيها سعرات حرية، قليل سعرات حرية. وهذا الشكل الثاني، وأشكال كثيرة أنتم ممكن تعملوها سواء بالقشر أو سواء بدون القشر، وطبعا يعطيك يزود الحرق والسعرات الحرارية مثل ما تكلمنا عن تخلص الكرش. مين افضل موية؟ كل المويات ممتازة، لكن لاحظوا البي اتش الموجود عليها، وتكلموا كثير من الاطباء عن البي اتش الموجود في الموية، فانا ما راح اتكلم في الموضوع هذا. لكن الموية اللي انا افضلها لو ما تواجدت موية زمزم، افضل الاشخاص اللي عندهم موية زمزم انهم يستخدموا موية زمزم، ما في افضل منها، بركتها رهيبة، وإن شاء الله ربي يشفيكم من كل الأمراض، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. مخرجنا وش قاعد تبغى تعطيني؟ أصب لك عصير ليمون مع نعناع. وهذا العصير الليمون خلينا نعمل ريلاكس، لأنه الليمون يساعد على في المطاعم الأسعار غالية حقت الليمون يعني. كاسة زي هذه في المطعم أو في محل عصيرات يمكن تكلفك 15 ريال أو 4 دولار أو 5 دولار. أنا عملتها في البيت بنظافتي بامكانياتي بالمويه وحطيت عليها ثلج وشربته، يعطيك ريلاكس ويحرق على السعرات الحراريه، وهذه احد السناكس الموجوده. ممكن نحط عليه قطرتين عسل، بسم الله الرحمن الرحيم. لا للجمهور، لا للجمهور. هذه انتم اعزائي المشاهدين، هذا المويه والليمون، كانت الحلقه ممتازه، اتمنى تكون اعجبتكم، واذا حبيتوها لايك كومنت شير وارسلوها لكل اصحابكم علشان دعمكم للقناة ويصالكم المعلومة للأشخاص المهتمين فيها. راح أتابع معكم دائما وأطلع معكم بث مباشر بشكل مستمر، فدعمكم هو اللي يخليني أستمر. النجمة اللي قلت لكم عليها أنها تستخدم الموية والليمون، بس مش أكيد مطارتي، الموية والليمون وجسمها أنيق ورشيق، مين هي؟ بيونسي، المغنية العالمية بيونسي، هي تنصح بشرب الموية والليمون، وأنا كمان أنصح، وكثير من الأطباء ينصحوا بشرب الموية والليمون. لكن إذا سألته لكن إذا سألته عن رشاقة بيونسي فهي تشرب الموية والليمون. هذه كانت حلقتي، وهذا كان ليموني، وهذا كان الاستوديو، والحين بنظف الاستوديو الله يعين عليه. أتمنى تكون حلقة نالت على إعجابكم ورضاكم، والمنبه مرن وتبرورا البطارية شكلها خلصت. كان معكم دكتور محمد غندور، وفي الختام لكم مني أحلى سلام.
إلى اللقاء، أنتظر تعليقاتكم تحت، وارسلوا الحلقة لكل المتابعين اللي تابعوني حاليا. في أمان الله. شكرا لكل من تواصل معي.